كأس العربية جات في توقيت مناسب بالنسبة لنا، لأن هذه المجموعة يعني هذه فترة هي تتستعد، فأحسن تحضير ربما للتصفيات ديال كأس إفريقيا هو أن نلعبوا بطولة بهذا الحجم بهذا العدد ديال الفروق وبمستويات يعني محترمة على مستوى هذه الفئة السنية ديال تحت 17 سنة. ثاني مشاركة بالنسبة لهذه المجموعة هذه من بعد الكأس ديال شمال إفريقيا، وتنظن أنه تراكم ديال التجارب والمنافسة مع المنتخبات القوية داخل في إطار التحضير ديالهم، وهي أحسن تحضير للمنافسات لأنه تتبقى في نهاية الأمر رغم أنه في مرحلة التكوين، لكن النتائج للأسف تتبقى مهمة لأنها تتبين لنا مدى الجاهزية ديالنا والقدرة على المنافسة، خصوصا الهدف ديال هذا الجيل أنه يشارك في كأس إفريقيا، وهذا هدف الأوحد إن شاء الله. دولا سيد هذا اش كدوز في واحد النيفو اللي مزيان، وحنا ماشي فرقه، حنا كخوت، وهذه ثاني مشاركه اللي غنشاركوا كمجموعين في شي دوري اللي هو شي دوري اللي هو مزيان فيه، شاركنا في كاس شمال افريقيا، وهذه ان شاء كان شويه داس انا صحابه حيت هي اول مشاركه اوفيسيه اللي غنشاركوها، وبريبارينا مزيان دابا شي شهر وحنا كنبريباريو، وان شاء الله هذه المنافسه غتكون في المستوى ديالنا وفي المتناول ديال الجميع، وكاع اللعاب ان شاء الله غيديروا اللي عليهم، ونتمنوا من الجمهور المغربي يساعدنا في لا كوب داغا. الحمد لله الاستعدادات كيدوزوا في جو عائلي، كنا مبريباري لهاد كوب دار من شحال هادي شي شهر دابا، هادي ثاني منافسه لينا من بعد الدوري ديال الاناف، كنتمناو نديرو شي حاجه فهاد كوب داراب ونفرحوا الجمهور المغربي. تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.